قام كل من معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بزيارة تفقدية لموقع بناء مجمع مستودعات وقود الطائرات، والذي تقوم بإنشائه حاليا شركة مطار البحرين لوقود الطائرات في محيط مطار البحرين الدولي، وذلك للاطلاع على مراحل الإنجاز في المشروع بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة مطار البحرين لوقود الطائرات وعدد من المسؤولين من شركة مطار البحرين وشركة أمانة لمقاولات خطوط الأنابيب المقاول الرئيسي للمشروع. وبعد عرض مرئي تضمن مراحل العمل في المشروع، قام الوزيران بتفقد مجمع مستودعات وقود الطائرات الواقع شمال شرق مطار البحرين الدولي، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المشروع الذي يشتمل على 3 خزانات لوقود الطائرات بسعة 10,000 لتر مكعب لكل منها على مساحة إجمالية تبلغ 77,000 قدم مربع، بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بالمشروع. وقد أكد معالي وزير النفط أن بناء مستودعات وقود الطائرات داخل محيط مطار البحرين الدولي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بنقل خزانات الوقود من منطقة عراد بمحافظة المحرق، منوها بالأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المشروع المهم في تنمية قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين بشكل عام وفي رفع كفاءة مطار البحرين الدولي. من جهته أشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة إلى أن مشروع بناء مستودعات وقود الطائرات يمثل جزءا أساسيا من الخطة الاستراتيجية لمشروع تحديث مطار البحرين الدولي، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية لمجموعة طيران الخليج القابضة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطيران وتوفير موارد إضافية للدخل. طبعا نشكر العاملين على مشروع توسعة المطار وكذلك خزانات وقود الطائرات. في استعجال طبعا بأمر من سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خصوصا أنه اليوم خزانات في عراد أصبحت قريبة من البيوت، فنتقدم بجزيل الشكر إلى أخي سعادة وزير المواصلات والعاملين في شركة المطار وشركة بافكو. مثل ما تشوفون المشروع قيد الإنشاء، وإن شاء الله في خلال الأشهر القادمة نشوف تطور أكثر، والسنة القادمة نكون جاهزين لنقل الخزانات إلى موقعها الجديد ونبعد الخزانات الحالية اللي أصبحت قريبة من البيوت في عراد. ونشكر على القائمين مرة أخرى للمشروع. مثل ما تشوفون المطار بعد لو صورتوه توسعة المطار قاربت على الظهور، وإن شاء الله نشوف مطار البحرين الجديد بحلته الجديدة، شركة طيران الخليج كذلك طياراتها. فالحمد لله كثير من المشاريع والإنجازات كلها بفضل قيادة حفظهم الله. سعيدين اليوم قمنا بزيارة حق موقع مشروع خزانات وقود الطائرات اللي تقوم بإنشائه شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، واللي تأسست مؤخرا بشراكة بين شركة مطار البحرين وشركة القابضة للنفط والغاز 50% لكل طرف. طبعا هذا المشروع أحد المشاريع والمبادرات اللي نقوم فيها في تحديث البنية التحتية لمطار البحرين الدولي. عدة مشاريع أعلن عنها خلال الفترة السابقة، هذه أنذر مشروع اليوم تابعنا عملية الإنشاء، وإن شاء الله الإنشاء يعني يمشي مثل ما هو مخطط له، وإن شاء الله هذا المشروع راح ينتهي في نهاية الربع الأول في 2019. طبعا هو يهدف إلى نقل خزانات الوقود الحالية الموجودة في عراد إلى داخل محيط المطار، وإن شاء الله هذه أيضا فرصة لإعادة هيكلة تزويد الوقود في مطار البحرين الدولي، مراجعة جميع السبلاي تشين المتعلقة بوقود الطائرات في مطار البحرين.